السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب أمل من بروفيشنال سيكيورتي، سعيد جدا نصفكم في هذه الحلقة، حلقة أخرى من حلقات دكتور تك التي من خلالها يتم الإجابة على أسئلتكم. نشكر كل من يراسل صفحة محترفي الحماية بمشاكلكم وكذلك استفساراتكم. للأسف يعني نتوصل بالعديد من المشاكل، لكن كون أن الحلقة يتم الإجابة فيها فقط على 10 أسئلة، فإن الإجابة على سؤالك هي فقط مسألة وقت، كون أننا نلتزم فقط بعشرة أسئلة لا نستطيع تجاوز أكثر من 10 أسئلة. إذن أمر إلى السؤال الأول. السؤال الأول الذي يقول: السلام عليكم أخي أمين، عندي تساؤل، عندي معارف كثيرة في مجال الإعلاميات، لغات البرمجة والشبكات وإتقان لأوامر لينكس وإنشاء لقواعد البيانات، ولكن لا أعرف كيف استغل هذا، إن كان من الممكن أن تنصحني. نعم أخي الكريم، إذا كنت يعني متفنن ومتمكن من لغات البرمجة، يمكن لك أن تقوم بصناعة تطبيقات وبيعها في الغرب عن طريق بعض المواقع ككونيوم على سبيل المثال، والذي يمكنك من بيع تطبيقاتك التي ستقوم أنت بتطويرها، تقوم بتطوير التطبيق، تضعه في الموقع، يأتي مصفحون يشترون التطبيق، تأخذ أنت المال. إذا هذه يعني كطريقة للربح من إذا كنت تتوفر على مهارات بطبيعة الحال. أمر إلى السؤال الثاني: هل من طريقة لاسترجاع الرسائل المحذوفة من الفيسبوك؟ نعم أخي الكريم، فعندما تتوصل برسالة على الفيسبوك يتم كذلك إشعارك في الإيميل الذي تسجل من خلاله دخولك على الفيسبوك، أي أن الإيميل أو الرسالة ترسل على، أتحدث هنا عن رسالة، فالرسالة ترسل على حسابك في فيسبوك وكذلك ترسل على الإيميل. حدث هنا عن الرسائل وليست الدردشة بطبيعة الحال، حتى أكون واضح، إذا كنت تتحدث عن الدردشة فحدود صناعة هذه الحلقة لا يوجد طريقة. سؤال آخر: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من مدة طويلة قمت بتنصيب أنتي بورن حتى أني نسيت الكلمة السرية، إذا كان يقوم بعمل بشكل عادي، إلا أنه البارحة قمت بإضافة تيم جديد للحساب ففوجئت باختفاء قائمة إبدأ وكل أيقونات، وعندما يمنع الأنتي بورن فتحه الران أقوم بفتح أي مجلد عن طريق. نعم أخي الكريم، بالنسبة لسؤالك فهو سؤال غير واضح تماما، كون أنه يعني أعتقد أن حتى مشاهدي الكرام الآن أعتقد أنهم لم يستطيعوا فهم ماذا تريد أن تقول في رسالتك. بخصوص الأنتي بورن، أنه لا يمكنك منع أي مجلد جديد، وكون أنك قمت بتطبيق تيم جديد على الحاسوب، هذا الثيم الذي مكنك أو جعلك أو لم يجعلك تستطيع فتح الأيقونات عن طريق الأمر رن أو الرن، فأعتقد أخي الكريم أن منع عدم أو منع تشغيل برامجك ومنع تشغيل يعني ملفاتك، فهو أعتقد أنه غير راجع إلى أنتي بورن بحد ذاته. فأنت عندما قلت أنك قمت بتطبيق تيم جديد على الحاسوب، يمكن أن يكون، كلنا نعلم أن هناك فيروسات يعني تنتشر عن طريق، خصوصا عن طريق التيمات، يعني يكون عبارة عن برنامج أو يعني تقوم بعمل له يعني تطبيق على حاسوبك ويستطيع أن يكون فيروس. لهذا أخي الكريم أنصحك قبل أن تشك في أنتي بورن، كأنني أنا كذلك أشك في أنتي بورن، لأن أنتي بورن هو ليس له علاقة بالبرامج، هو له علاقة مباشرة مع مواقع، فقم بتحميل برنامج مالوير بايت، ثم قم بسكان على مصدر حاسوبك حتى تتأكد أنه لا يوجد برنامج ضار، لأن غالي أغلب يعني علاقة التيم الذي قمت بتسطيله مع اختفاء الأوامر فهي علاقة توحي أنه هناك فيروس. إذا أمر إلى السؤال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي إخواني الكرام، أحييكم على هذا مجدتكم مسبقا، شكرا لك أخي. أخي لدي صديق لي اخترق حسابه على الفيسبوك، إلا ألا هل هناك إمكانية لاسترجاعه؟ المشكل أن الحساب يديره به صفحة لجمعية خيرية. نعم أخي الكريم، بالنسبة لاسترجاع صفحة على الفيسبوك وعفوا استرجاع حساب الفيسبوك، يمكن أن تقوم فقط يعني في موقعنا الرسمي www.thpro.com بكتابة استرجاع حساب فيسبوك. يعني أحرص شخصيا على القيام أو في كل مرة قرأت تحديث
على طريقة استرجاع الحسابات المسروقة الخاصة بالفيسبوك أقوم بحلقة خاصة. فإذا ستجد العديد من الحلقات، شوف انظر إلى آخر تحديث خاص بمحترف الحماية، ستجده تحديث 2011 طريقة 2011. هناك كذلك طريقة لاسترجاع حساب الفيسبوك في أقل من دقيقة. إذا هذين أو هاتين طريقتين لكي تستخدمهما في حالة إذا ما نجحت في ذلك. ثم إذا كان حساب صديقك لا زال مرتبط مع الصفحة فيمكن استرجاع الصفحة. إذا قام الهاكر بحذف صديقك من الصفحة، صفحة الخيرية، فأعتقد أنه لن يمكنك استرجاع حساب أو استرجاع صفحة، كون أن إدارة الفيسبوك هي واضحة في خصوص هذا الأمر أنه لا يمكن استرجاع حسابات أو صفحات تم اختراقها. رغم أننا نسمع بأن هناك بعض الشركات الكبرى أو بعض القنوات الكبرى التي يتم اختراق صفحتها وتستطيع استرجاعها، إلا أن هذا أو ذلك هو يغلب فيه طبع العلاقات، يعني كون أنهم لديهم علاقات هذا يستطيعون استرجاع صفحة في أقل من دقيقة. أمر إلى سؤال آخر وهو سؤال من أخ كريم، شكرا لك على هذه الدروس المفيدة. أريد أخي أن أسألك عن أي برنامج حماية يجب أن أستعمله مع العلم أن مواصفات جهازي متواضعة. نعم أخي الكريم، لديك بروسيسور 2.80، عندك رام 504، جرافيك كارد 128، وقرص صلب 80 جيجا. فأخي الكريم، الإعلاميات والبرامج وأنظمة التشغيل يعني كلها يعني تفرض علينا أن نغير أجهزتنا أو نرقي أعتادنا، هذا لكي نستطيع مواكبة التطور. ففي حالتك أنت فأنت غير قادر على مواكبة التطور. لهذا أخي كريم، عندما تريد أن أو أنصحك بإصدارات قديمة، يعني بالنسبة إليك يمكنك أن تستخدم مثلا أفاست الخامس أو يعني شيء من هذا القبيل، لا تستخدم الإصدارات الجديدة من الأنتي فايروس، كون أنها ستستهلك مساحة كبيرة من الرام. تلك البروسيسوريات يعني تريد بروسيسور بتقنية وتكنولوجيا جديدة، هذا أنصحك بإصدارات قديمة، ابحث عن الإصدارات القديمة. فليس هناك حل إلا أن تبحث في الإصدارات القديمة، كون أنك إذا أردت أن تثبت آخر إصدار من كاسبيرسكي وآخر إصدار من أفاس أو آخر إصدار من بيت ديفندر، سيقوم يعني بجعل حاسوبك بطيء جدا. هذا فدائما ابحث يعني بحث عن الإصدارات القديمة. لدي سؤال آخر وهو أود سؤالك، هل يمكن أن تنظر أن تضر أجزاء الحاسب دون فتحه كمكبر الصوت؟ أظن أنك تريد أرجو مساواة. أيضا أود سؤالك، هل يمكن أن تضر، إذا سؤال غير مفهوم بطبيعة الحال، لا أعرف، أنا لم أشاهد السؤال عندما قمت بنسخه على فقد قمت مباشرة ب يعني في الحقيقة أولا أن كل شخص لديه الحق في سؤال واحد، يعني كثرة الأسئلة يعني سؤال واحد، وكون أن كذلك السؤال الثاني غير فهم، لأن لا أعرف أنك كنت تتحدث أو الرسالة غير موجهة إلي. إذا أمر إلى سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا شاب وأقيم في فرنسا، وهنا لا يمكن استعمال برنامج التورنت لأنه ممنوع من قبل المكان الذي أسكن به، ما هي الطريقة التي يمكنني من خلالها أن أشغل تورنت؟ نعم أخي الكريم، يمكنك أن تشغل تورنت عبر تحميل ملفات، يعني هناك عدة مواقع تقوم بتحويل ملفات التورنت إلى ملفات مباشرة للتحميل. فقم فقط بكتابة في جوجل تورنت تو ديريكت لينك، ستجد العديد من المواقع المستخدمة في هذا الخصوص، والذي يمكن أن تحول ملف تورنت إلى ملفات مباشرة يمكنك أن تقوم بتحميلها. عندي سؤال آخر، أخي أمين، أنا أقيم بألمانيا وعندي مشكلة مضمونة، لأن عندي روتر ويفي، أبحث عن تطبيق لأتمكن من ضبط الحواسيب التي ممكن أن تستعمل الإنترنت معي، وكيف يمكنني أن أضمن أنه حتى لو عرف الرقم السري فلا يمكن الدخول إلى إذا سمحت بذلك؟ نعم أخي الكريم، فنعم أرجوك أخي أجبني في أقرب وقت جزاك الله خيرا، لأنني أتعرض للمشكل بسبب هذا، وقد رأيت عندي واحد صيني يسكن قرب مني من التطبيق من هذا القبيل لكن رفض إعطائي اسمي. نعم أخي الكريم، إذا كنت تريد مراقبة الحواسيب التي ترتبط معك في الروت، هناك برنامج رائع وبسيط جدا، ستجد له العديد من الشروحات، يمكن كذلك أن يتم شرحه في محترفين.
لما لا، هو برنامج إيزي كافي. إيزي كافي هو برنامج يمكنك من التحكم بالشبكة من مراقبة الحواسيب إلى غير ذلك، فيمكنك أن تقوم بتحميله. وحط سعيد، عندي سؤال آخر يقول: السلام عليكم، يعني لدي حاسوب أريد فرمطته لكن قارئ الدي في دي، يعني أخرجت القرص الصلب ووضعته ببساطة USB في حاسوب ثاني، فهل يمكن فرمطته بهذه الطريقة وكيف السبيل إلى ذلك؟ نعم كريم، بالنسبة للطريقة التي قمت هو أنك قمت بإخراج القرص الصلب يعني إرجاع القرص الصلب الداخلي إلى القرص الصلب الخارجي عن طريق منفذ الـ USB، وقم بعمل فرمطة له وتنتظر أنه يعني سيعمل أو ستعيد له شبابه، فأقول لك أن العملية غير ناجحة بتاتا. لهذا أخي الكريم ستحاول فرمطة الحاسوب، ستقوم بإرجاع القرص إلى حاسوبك وستحاول فرمطة الحاسوب عن طريق الـ USB. نعم يمكنك أن تستعين ببرنامج Universal USB Installer، Universal USB Installer، ويمكنك أن تقوم بتحميل ملف ISO لأي ويندوز، وبواسطة هذا البرنامج سيمكنك من تحويل الـ USB إلى يعني يمكنك أن تقوم بنسخ ملفات الويندوز إلى الـ USB، وكذلك أن تقوم بفرمطة الحاسوب عن طريق الـ USB الخاصة بك. طبعا الحال العملية هي بسيطة جدا، ويعني تستوجب أن البيوس الخاصة بك يعني تمكنك من القيام بهذه الخطوة، ففقط راجع البيوس وإعدادة البيوس، وقم كذلك بإعداد قائمة البدء فيما يخص أن الـ USB هي أول من يتم التعرف عليه من طرف البوت، وكذلك يمكنك من عمل إقلاع على حساب USB. عندي سؤال أخير وهو: هل تستطيع أن تشرح لي كيف أستطيع عمل كلمة سر في ملف لي بالحاسوب؟ نعم أخي أمين، طريقة بسيطة جدا، وهي ستقوم بتحميل ملف أو برنامج فولدر لوك. فولدر لوك يمكنك من القيام بقفل الملفات عن طريق كلمة مرور. يمكن كذلك أن تبحث في حلقات محترفة هنا، فقد قمت سابقا أعتقد أنه في رمضان بطرح حلقة فيما يخص هذا الموضوع. إذا كانت هذه هي الإجابات على الأسئلة العشرة التي تواصلت بها. يمكنك دائما مراسلة صفحة محترفي الحماية بمشكلتك على الرابط www.facebook.com/shri.professional. المرجو وأؤكد عليها، السؤال يكون مكتوب باللغة العربية الفصحى، أي سؤال غير مكتوب باللغة العربية الفصحى فلن يتم الإجابة عنه. بطبيعة الحال الأسئلة التي نوصل بها هي كثيرة جدا، ولهذا فيتم اختيار 10 أسئلة، إجابة على 10 أسئلة حتى يتم الإجابة على كافة الأسئلة. إلى حلقة أخرى بإذن الله. كان معكم راغب أمين من Professional Security. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.